أسودر دار من إله عبسيديس إله عبسيديس هو عمل للا يماده واري أري أفكا لغا يرا هذا ما وحانا ما يسترين خطبة يهرك هذا اللي ومدان إني بابئي دونتو هدان خير كان الله فارين حماهنا لغا ريبين إلهينا أمده وحكوة تبيه إن لغا هلو داد واناق أغوية يرا حماهنا كرهبو أغدقة هدير لا يسكد دعوه تدكوا ود الدبيل من الدب يجيب السمي من واجب كي صار إنه وحش أبو كجابي أنا ودب ما سمايو دين تيذنا وان كتوس نهاي أو عدي عدي واجب كلاو كصار ناي قف كم بحنيس سيد الصلاة واجب أتهاي صوم كنا واجب ويهي بي واجب اتهي وانا قددك ان لا فرو وحلو شيغو حماهنا لغربو الداية اللي يرادو ددك هو واجب تقيا وايل دومري عرور ايا انت ددك انتي سكالبا علمية عامبا قفل بوانا قو قران اي ددك انو اغيير وواجب واجباتك ان لا الاليو سنان كلا السمعيو مركي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا راضو تخير كافرستي سو مركي يا راتي واجبات كا مركو هور السنة السمعين تيدا يا راتا فرائض كا لغود دالي صلاة هي سنن كا هابا يا ران وحي سهديري حدود أهاين واجبات كنين تيعمن سنكي سنة هابا يا ران صدقة هي سنة هايد با يا ران مركا دنبانا واجب كيف الله يسوء من صلاة دي فرض كهيد بعيرية قلاس نقل قف السنة انتو كد داليو فرض كمرا مقالو سنة مركي الله صعود عافو بحدود دي بوت كي درب دي فرض كالله إسلاما فرنت شيدان كي نفتو وحي نقل ايان قدار كي واجبات كي نقل مرنوات كالريح مرنوات الريح مرنا والله إيمان مرنا والله قارئه واجبات كيبا الدرب الله جبسن حماتضنا مركهر مكروهات كالله فضوديسن ما يسكد حران ماه وحما كوعد كين حران ما هسيه اللولي يهي فمركة ما حران تيلا يسول إيمان يوشيكو أن يقع فيه وهي مركة من حام حول الحما يوشيكو أن يقع في دربه حرام تيلا إيمان ومدن هدان سنن كالله فارين واجب كفريتان كيسا حليسكو إيمان هدان مكروهات كان لغا ريبين حاران تيما هدو ليسو إيمانو نفتو هداي بارت حريق إن لو سيدايو هل كي حدود لوغان إيجاي حكمها دقالكو النقضة هل كاسي مرنا تشيرنا مرنا لغا سوء إليا إلهي مدن وحو واجب كغان إيجاي سيها صلاة دي صونك إنه حماها داد كان لغا ريبو إنه حماها كان ريب طلبا وچيد دوليه كو أدوه واجب إلهي قصارة إراد فوليسو يودنبقو كاردعو مركا لبادنا إن رجال لغا قابا إلهي داتك إنو كو عنفعو ووناء قاد هادا وشاكتاي وقت كدبينو كدو حال لغا يابا إنتا وكاتاكي إلهي قصو النق نقطو مدي حيسا كواريك تا لغا يابا هاديبا ساو توسنان وايو إسنا هادو ألاكتي سعودر دار مالوهو واللوشاكي أديقونا إن يدنبي مالي هيد او واجب كي واد قد بيسو واد شاكتي آخر روحا يمن دون قيامة النبيال ان ات صور رعض الله سعو تجري انتي نولاينا النبي لغات لغينا ذاتك الدين تا اوغو ييري نبي نوحو سغال بقول يكونتان سنو ذاتك اوغو ييري فلبث فيهم الف سنة الا 50 عاما ان يرو الدولو سو سميي قادي باكر رميسي وما آمن معه الا قليل ان يربار رميسي سقال بقول يا كنتن سنة ودح شوي، أديك واجب كسارا معها، مرهانا أديك الله جوماله، صدرت عدود دار معها إن أتكداشو تتك وناج إن لاشيو، حماها اللو قديكو، سماها الله فرو، إن يالان ووحفي عن، هدا يالي ويان، أذكرنا جعنتك بهي ست إن يقبلان، وإنك لا تهدي من أحببت النبي محمد يقولي صلى الله عليه وسلم، لكن أديك واجب بتي. أديك واجب كي كادعي أذا كبت بالي
قوم كريب بري إسرائيل بينه السبت ذا إن الملايكة قرط قرطان أو قرابتان أو الملايكة قبصان على جرها بي ما الماء كلامه والله فصحي ما المية كله بدي سبوا الله وعي وما الله امتحانه يوعي سبت ذا بناك وهذا شيفه وهاي رهن دور سنا ما عن كرنه سبت ذا نتوس وما قبصان كرنه عن لغلوقان وقيل رادين عن حيال هذا يسان عن شرق قدبا مريينه نكي سوغو صومو وبيغتين بادي سالك بيها كعبا يير إلهي ساسا لو سرا إلهي عصرنا يير هذين سبت ذي بي قدد قودين بيها قلان بدو مركز ديبو عارضانا ملايقين باشي كوهارو وبيو ديبو دباشاو هايو ساسا يير لايدهن أنا مركز سبت ما نانو عارسانين لكن قدد كانو قودنا أنا هو بختك هلب كي سمعوني فوت كي سان عباوي مغشل تيم حي سببتي قرداس يغوى بطلاب سدين انتي كنيد ان سمين لبايو كلا جابين قرداتك لا هادش او يور كداي وروا دمي وريلاي كعب سدن هذا يا قولين تي اسكا موسن كون ددك لا هادلاي دبا اردي قيل ييري ورنمك وخبا اسكو خيجينن وخبا دين كيري مايان كلنا بالهي با عذاب دورو كون عذاب بي كو سودانه نما يهودين كو تيرنا كو مشقوله ددك اسكا داي صدح لا سيله سورة كشك سورة الأعراف وحال إذا قرادة تري وروحن كداية قرادة المركة هل محيط سقون بيسان كون وحير هذا اللبن بدبان كربنا كون أن جواتي بله إن سارا فرينا هنا لبا إلهي محورن وكسوه عنوني وحور هذا الكود حنا والله جيابة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قل إلهي عنوني وخير كوافتي يعني أنا بله بسودري دم بغير للسماية دادك إلهي عذاب بكسو دج إلهي وحناش يقول كوي ظلمك قالي والا عذابي كوي وركد آية يرين والا بادبادي كوي كد آية لها أنجينا الذين ينهون على السوء بالير حما الداية دادك إلها إلهي بادبادي ويواجه كوذي بكسو بحين وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس عذاب حنبان وكوقبان يكوي كلا ظلمك السميينة كو ظلمك التوسك السميي والا قرتي او يكو يغو آمسنا ظلمو دي كتران ويو واجب بيدي عين لغولها ولذلك ربني إسرائيل إلهي مركي قبين قار كودي في عنا فريتانك يريبيتانك بولعنا دي ولعنا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بمعك سوى كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا وهي واجب كان نكن ظلمه قالوا وإما واجب إنه ضيعه وإما حران يدم إنه قالوا أمر بالمعروف كي واجب كهذا ضيعه ظلموا بعد كمته وحبت بعده كريه الله الشاري ودك واجب وذاك صباح ذاك أس أو كلا ضيع واجب كي يجوا نسيد هذا دم بيجا أن توسو قليل دم بيجا ضيع هذا ما هنا أو كلا النبي قال له ويدي عليه السلام وحال يا نغو ضد في عنا وسكتوا توصنا عبادة يسري وندم بالجليل نوتشيران عذاب من أقول من عذاب من هلاقة يا كسرها إذا كثر الخبث هذا يحموه كت تم بذاته وليس عذاب يا وحيد الصومالي ضم منافق شذي بامومي كوكو تا صوما هذان حما هذا كل جرثي حافظه جل بل نغو كل نقطة أنت رب إسرائيل إلهي كوعان عنتي علمية عامة أدون كلا ريبين ما هي نوع عادية لقنا ريبين إسرائيل لعنة داني وحيكم موتين لابو دم بيقيو يقالان إيه إنا يسكد علم وايان وقيب استاكتو ويستاكتو كي علي سور دايا هذا اللي واي يكوما قرب السقون نقضة يكوما قاب صدين نقضين انتبا إنو قبضا إنقنا دم بيقى قيبة كميدة آيات كلا لقوت المامي إلهي وحي ربنا إسرائيل سيدنا النبي الله صلى الله عليه كتاب من الله صلى الله عليه وسلم وحي كفانا يا النبي إنه الرميين كتاب كان هايستان إلهي وطرى كثيرا منهم إن بضان وحضر كيساوي وكميدة يسارعون في الإثم والعدوان دمبي يحد قذبك وكدك دقان وفر لما تنكسع دادبان عينا دادبان حولك هدعنا دادبان اسكدرنا
parinaga social media na fere fadhi ku dir kana nata maxan ma to dhan u sheerna reer hebel iyo koox hebel iyo koox hebel sooma iyo group ba la is wada haysta fadhigeena nin baa ila xanta ma iska deysin niyo sheeka aan xan lahayn war rajaan usba lahayn rajaan usba lahayn ma dhamaayo sheeka aan xan lahayn ma dhamaysan marayna markuu la qeyl baxay wuxuu ku leeyahay waxa la yiri dadkuna waa xandaaq xooluhuna waa xaabdaaq xooluhuna caleenta daadatay cunaan dadkuna waa xan ku nool waxan ku nool mujtamacan wakaanuu yactaduuna intaa uu xamanaya dad buu ku xadgudbayaa dad buu diintooda caaya dad buu qabiilkoodii nasabkooda caaya dad buu sharaftoodii caaya dad buu wax ka sheegayaayo xamanaya qabiil dhan buu xamanayaa reera dhowrura dhan buu xamanayaa wax ka sheegaya caayaya war maxaad u caayisa haddaad tiraadana wax ujeedo macno lagu kaleeyo wakaanuu yactaduuna un waay wuxuu ilaahay ku daray kanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluu يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت حرام عنك صفك هراء لو ضفرنا يا ترى جزب أقرنا يا حرام لو كشق يا ما أنت واسو من يهي سحورتي يا فرقنا حرام وي وحد عيب وقضي يا خياني مسماس وكشقين يا ريب وكتشرا لالوش بوكشق يستا ضد بوسكدرا ضد بوحفلسا برسوق يدي اللي تنا dadkii masaajidka joogay markay suuqa tagaan waxaad dhahaysaaba dadkan iyo dadkiiba ma ahamiya ninka jayriiska ka sheekeynaya soomaalidu khamriga iyo doofaarka ma cunno xaaraan diintu ma ogolay dhahayaan wax xaaraan ana way ka wada shaqaynayaan khiyaano iyo musuq maasuq iyo mardaba soo la yaabaa soomaali arag oo kuwan kale xaaraan ma ahamiya mararka qaarkood doofaar la cunaa ka sahlan dad xuquuqdooda la qaato oo doofaar aad cunto adiga rabbi keliya wa idiin dhexeeyaayo tawba yaraa wii dhaaf bay kaaga filan tahay xuquuq bini aadan iyaga inaad raadisay u baahan ninkan aakhara kaa go-an dhiig muslim buu daadinayaa doofaarkana waa xaaraan baan uga tegey buu leeyahy doofaarka xaaraan ma cuno oo dhiig muslimka iyo doofaar la cuno iyo dhiig muslim la daadiyay yaa daran xooluhu in reero dhan la barakiciyo ku bixinayaa waaklihim asuxd labiisa maa kaanuu yasnacuun bisama kaanu yacmaluun kadibna waxaa loo soo dhacay qaybtii labaad ee dadka khayrkeeni u sheegta laga rabay ee iyagana aamusan iyo shib yiri lowlaa yanhaahum rabbaaniyuuna waalixbaaru war dadkan culimmada ah iyo dadkan cubaadda ee masaajigu toosan ee waan fiican nahayle dadkan bay wax u sheegaan may xumaha ka qabtaan may ilaahay ka cabsada dhahaan war dembigii iska daaya may dhahaan war waajibka ilaaliya may dhahaan lowlaa yanhaahum rabbaaniyuuna waalixbaaru dadkii toosnaabaa lala hadlayaa oo culummadii iyo cubaadii ahaa qoladan iyagu kuma daatoo dembigii bay ku jiraan intiinii kalaawe intaan dembigan gelin ee ilaahay dartii uga tegay iyo intii diinta taqiinay xaggeedaadeen suuqa makhaayadaad fadhiisato toban sheekhu diinta taqaanaa fadhida ninkii ku dhashay qur-aanka xifdiyey bukhaari iyo muslim iyo tafsiir iyo fiqhi laakhriyayana fadhiyey baa wuxuu rabaa inuu yidhahdo waxaan ma garanayo saxaabada nabiga cali sl nin baa soo islaami jiray maalin gelinkeed buu nabiga la joogayay kadibna qabaa'il buu islaaminayay adiga cimrigaaga waxaad ku cirowday cashiraad fadhiday aw waxaad baranaysay weli inaadan u haysanin bay xil waajib inuu ku saaran yahay waa khalad qoladan may ka reebaan waxaan labiisa maa kaanuu yasnacuun war kuwana dhaqan xumaa buu ilaahay dhaqan xumaa kuwan waa iska fiicnaanaynaa cilmina waan naqaanaa dadkana shib baan ka dhahaynaa war guryaheenni iyo suuqyadeenni aan dib isugu noqonno dadka suuqyada leh dadka hoteelada leh xaafadaha dadka wada degan kuwa meelaha xidhan degan kuwa guryaha dhismayaasha aleh iyo kuwa degan ma awoodi weynay intaasoo kharash baa baxa inaan u samayna ciddaba gasha ku shaqaalayna wixii xumaa dadka in lagala hadla dhaqan xumaa oo gurigan dhaqan xumada laga ilaaliyo oo suuqan dhaqan xumada laga ilaaliyo oo jidadka laga ilaaliyo xataa masaajideenni waa gabeen mid walba bal inta aagiisi iyo xaree ku hareeraysan inuu ka howlgalo hadday in walba inta agteeda ay isu xil saarto ummadda wanaaggu waa wada gaadhi lahaa markaan wanaaggii fariistiisii ka gaabinay
dad qalad tahay naga soo baxday way hore sheekooyinku ma ku maqli jiray madax ku tiyo dad qalatiyo sumeydan maqli jiray waxa dhacay hadan magaaladeena hadii na looga sheekeyn la ama aan rumaysanayn waxaan dhila waa laga badbaadinayaa iyo been baa la sheegayaa iyo dadkan sheekada lagu yar qurxina lagu amiraya waxaan is dhihi lahayn baa waxaan xasuustay Soomaalidu waxay dhahayn meesha ma marinna daadeedaadan gaarin waxaa ma cunina baahideedaan ku qabanin iyo cimrigaaga oo dheeraadayna waxay dhahayn Soomaalidu qaar geel dhal ayuu kudsan maa weligood geel baa arki jirin baa geel aragtidiisa qariib ku ahayd isagoo dhalayana kaba sii darande daan geel weligood ba arag haddii aad tiraahdo geel dhalaya ma aragta isagaa waran arag isaa ku arkaa ku leeyahay marka waxay ka hadlayaan wax qariiba oodan weligaa arag oodan filaynin baad arki doontaan wax ka sii xun baa dhici doona dadku bahala iyo waraabay noqon doonaan dadku suuro insaan dad leh laakiin nabigu suu sheegay quluubuhum quluubu dhi'aabi yayda qalbigooda oo kale leeyihiin baa dadkan ka soo dhex bixi doona haddaan dadka khayrkana la farin xumahana laga reebin dacwadana aan loo istaagin aan sida la iska dayno inteenan baa odayaal ummadda u ah inteenana culimo u ah inteenan xaafadaan ka soo wada toosnay qof walowba xaafadaad ka soo toostay iyo aagga aada degan tahay iyo ganacsiga aada odayga ka tahay u abaabul dad wixii xun ka hortaga oo markaad kari weyda annaga nagala baxay yidhaahda meesha iyadan lama ogola dadku wanaag ha ugu soo hirtaan aagaag haddaynan isu abaabulin ilma gacanteenna kuma jirayo ubadna kuma jirayo gabdhaheennii wareeg baa lagu imtixaanay habeen socod baa lagu jirabay aabbihii hooyihii ahalkiinay indhahan ka dhowrannay habeen kasta mid baa la waayey baa la leeyahay xalaytadan kuwaa la waayey baa la lahaa war dadkan lala yahay uun la waayeye baadida uuna iyaga mahu arkaani maxaa wareejinaya habeenkii maxaa dadkan dadqalatada iyo bahallaha iyo dhi'aabta iyo yeyda noqday maxay u wareegayaan inta kalese maxay uga reebi laadaha war dadkaa xunnaa aynu iska qabanno dadkeennana aan xumaha ka celinno haddaynan dacwada innagaa ku noolee dacwada u gargaarin oo diinta dadka u sheegin innagaa dabkeennu basiyo ku guban dembigaan galayna dabkiisa ubadkeennaa ku guban innagaa ku guban haweenkeennaa ku guban walaalaheen baa ku guban dariskeennaa ku guban dad inoo badbaadi maayo ilaah waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala kuwii rabbigood ka cabsada diintiisa iyo dacwadiina u khidmeeya allah inaga dhigo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.